أنا بأراني وابن أبي يا مالكا متى أكل منه ينعاني ويبعدي يلوم وما أدري على ما يلومني حمال من في الحي قرط ابن معبدي وظلم ذوي القربى أشد مرارة على المرء من وقع الحسام مهندي فدرني وخلقي إنني لك شاكر ولو حل بيت نائيا نظر غدي فلو شاء ربي كنت عمرو بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كثير بين بيت ومعبدي. هذه منطقة معلقة طرها من العبد الثانية بس ما حفظتها، كتاب حفظ أبيات معينة. قال أن لولا أنه مات أو قتل صغير